عجبتك ولا لا؟ ما قلت لك انا صفة لك يعني لك. عجبتيني انت بميت راجل. ايه انا ميت رجال خرب ذوقك. لا انا ست الستات. بعدين حبيبي بزنس از بزنس. بما انه انت كوريكت معي لهلا بتعطيني حق بعطيك حقك. حقك محفوظ وزياده هبابي. هبابي؟ شو يعني هبابي؟ اشرحها كيف بدي. هبابي يعني عنديني زيادة حبتين. زيادة حبتين؟ ايه حبيبي. ايه انا كتير بحب الهبابة. تعرفي لو ما عديش شغل في مصر كنت ما سبتكيش واصل. يا محتال رح اشتاق لك. ما تعمل مثل هالمرة وتغيب عني كتير. بقول لك ايه، ما تيجي حداي لمصر حطك في عيني التنين. ايه هو العينين اللي عندك لإلي اصلا. ومش رح روح على مصر. ليه؟ علشان تشتاق لي اكتر. صح. كيف يا ابوي؟ كيف يا ابوي تهون عليك حكمة تهمل البيت وانا في غربتي بين الحياة والموت؟ ما انا حكيت لك اللي حصل يا ولدي وقلت لك انها هملت البيت ومحدش فينا كان هني واصل. استهدى بالله يا دياب، استهدى بالله. وانت ابوي واللي اتكسر يتصلح. انت بالذات ما تتحددش معايا دلوك، لحسن العفاريت كلها بتبدأ تطفو وشي. عيب يا دياب لما تحدد اخوك الكبير كده. وعاوزني احدده كيف يا ابوي وهو السبب في اللي حصل؟ انا دياب؟ ايوه انت. لو كانت مراتك نجيبها عامله لك حساب ولا حتى قيمه بين الخلق ما كانتش اتعركت معاك ما تخلتها تامن البيت. في الخاش مكان. واه انتوا التنين حتتعركوا مع بعض قدامي ولا ايه؟ بالاذن يا ابوي. على فين يا ولدي؟ رايح اجيب مرتي. استنى هنا. جابر اخوك ومرته نجيبه حياجوا معاك. انتوا مهما كان خوات والدم عمره ما يبقى ميه. عمرك ابوي. عمرك كبير. نجيبه! انت من؟ تعالي! جابر. انا. خلصي! نعم يا سيد جابر. تلبس خلقاتك هنطلع البيت اتراجنا صالح بيتهم تحب على راسها كمان. ايوه يا سيد جابر. بس ما بسش يا كده تلم خلقاتك وتطلع البيت ابوك لحد ما ورقتك توصل لك. هي حصلت؟ حصلت ونص وثلاث اربع. الكلام اللي قوله اتنفذ من سكات. فهمان يا بالتعلام ولا فاهمك؟ أوامرك يا سيد الناس. مش مبسوطة قوي؟ مش حل لو ما بقلناش اسبوع متجوزين يا سلمى؟ اسبوع بالنسبة لك فاتوا كانهم اسبوع؟ اه. انا بقى بالنسبة لي كانوا يوم. ايه رأيك بقى؟ شفت انا احسن منك ازاي؟ اه بتكسفيه. طب ايه رأيك بقى ان انا فاتوا عليا كانهم ثواني؟ اشمعنى؟ ساعتي واقفة. ساعتك واقفة يا حسين؟ سلمى. ماشي. ايه يا حبيبتي؟ سلمى. ساعتك واقفة؟ سلمى ما ينفعش كده، الناس بتبص لي. سلمى. يا سلمى ما تجرنيش وراك ما يصح. سلمى. يا سلمى. سوري. سلمى ماي وايف نيو وايف. مي وايف شي لفت مي اندران وز بسكليتا. سلمى يا دي النور يا دي الهني، شقتنا البركه، نورتوا البيت يا اعز نسمة. الحمد لله على السلامه يا سيدي. الله يسلمك يا حكمت. كده برضك تعملي بيتك وانا غايب؟ طب اعملي حساب الغربتي بتناسي اولويه لغايه ما ترجع ونتحدد. بتجوزك بقبيتك مالكيش غيره. ايوه بس في ناس شايفين ان هم احق مني بالبيت دي. اسمعي يا بنت الناس، ده انت مرتي وست البيت كله، واللي ما يعجبهو شيء الباب يفوت جمل. هاي نجيب رايك ايه في الكلام دي؟ رايي؟ لا الراي راي سيد جابر. انا ما تعودتش اكسر له كلمه.
يعني موافقة نبقوا حبايب ولا لساكي ناوية على الشر؟ لا يا اختي، احنا حبايب. ده انت فهمتيني غلط. يا ريت اكون فهمانة غلط وظني ما يكونش في محله. خلاص عادي يا حكمتي، المسامح كريم يا بنتي، واحنا برضك اهل. وبرضك مديتهم لحد هنا تسوى كتير قوي يا حكمت. نجيبة، حب على راس حكمة، هم امال هم لازم متصطفوا مع بعضكم. خلاص صفيانا من غير ما تحب، وجيتكم على راسنا من فوق، احنا ناس بنفهم في الوصول. يعني هترجعي على بيت جوزك؟ بقول خدامة تحت رجليه كمان طالما شاريني وباقي علي. ده انت تتحطي في العين وعلى الراس كمان. ربنا يديم المعروف يا اولاد. وعشان دوام المعروف يا صادق بيه والقلوب تصفى، انا عاوزك تدي حكمة حقها في ورث ابوها. يا من احنا ومن مال ومن يا ما الحكمة يبقى مالي، واللي يتعدى عليه يبقى بيتعدى علي، وده ما قبلهوش خالص. ياب نتكلموا في الموضوع ده بعدين. براحتك يا صادق بيه، بس لازم تعرف انا ما تعودتش افرط في حقي خالص ولا في حق مرتي. حكمة قومي لمي خلقاتك عشان نروح البيت. امرك يا سيدي. ربنا يخليك لي يا سيدي الرجال، وما يحرمنيش من شدتك وقوتك في الحق. انا قلت لك لو ليكي حق فخر الدنيا حاجة بفولك. الهي ما يحرمني منك واصل، بس انا لي عندك طلبه كمان. امري. اخويا محروس عايزاك تحادي عليه وتعلم الشغل معاكم. ومش الشغل دي اللي قلتلي عليه خطر ما عاوزانيش اشتغل واصل؟ انت قلتلي انك كبير ولا ممكن تتضر فيه واصل، عاوزه محروس يكبر واسطيكم. اطمني يا ستي، من الليله دي بيجي محروس اخويا الصغير غيره. الا بقول ايه، انت هتسهر مع الرجاله الليله ولا هتاجي بدري؟ لو ما عاوزانيش اطلع واصل ما اطلعش. لا اطلع لهم شوي على ما اجهز نفسي يا عريس. ايوه كده يا عروسة. بقول ايه، هاتي حب سيدياب. انا بستحي. يا سلام يا بنتي يا نجات، لو ابوك يديني فدان ارض من اللي عنده هتجندل بيه ايه؟ كنت هعمله مزرعة فراخ ما حصلتش. روح اتردم، ده انت الدهب في يدك بيبقى تراب. اباي انا؟ ايوه انت اللي ما فلحت في شغلانه من ساعة ما اتجوزتك، وكل مشروع تعمله تخرب وتقعد على تله. يا مرة يا مرة، بس انت كلم ابوكي وقولي له يديني فدان ارض وسيب الباقي علي، وانا هخليكي تلعبي بالفلوس لعب. لو انا كنت استجرى تكلي قطع رقبتي قطيح. ما هو عارفك فاشل من يومك يا دكتور البهايم. زكي نام يا زكي، نامت عليك حيطة. طب يا اختي نامي نامي، زكي جالوس طلم. انت هتنام ولا ايه يا راجل؟ ايه شايفه اني تعبان طول النهار في المنحل بتاعي. مينوبك مني يا اللي تجريس طول النهار؟ اديك انت قلتيها. ها وكل ده ليه؟ لأن ما حلتيش شيء. بهلك يا بنتي اعتماد، لو ابوك يسلفني القرشينات كنت عملت ايه؟ كنت صدرت العسل كله للولاد بره. يا اخويا صدروا الجوه الاول. يا مره قولي لابوكي بيحبك وما يرفض لكيش طلب. اقول له يا جندلي قولي له سلفني القرشينات او حتى يشاركني، اهو يبقى سيدنا في دقيقنا. انت عارف ان ابويا ما بيحبش الشراكه وما يحبش يشتغل حاجه ما يفهمش فيها. خلي زيتك ودقيقك لحالك يا شديد. ده طب اتغمدي يدك الهم. مش هتقعد معايا شوية؟ لا ما قعدتش، اقعد انت لحالك. تصبح على خير يا ست هانم. تصبح صاحي يا شديد. داد اقول لك ايه، كبسي لي ظهري، اعملي لي اللي هيقولوا عليه المساج ده. مساج ايه؟ هو انا في حل يا فرج؟ ده انا مهدوده طول النهار من الطبيخ وتنظيف البيت. يعني انا اللي كنت بلعب ماني طفحان الدم من صباحيه ربنا. ايوه بتلعب،
مش انت برضو ندرس العاب؟ يبقى بتلعب يا فرج، ويا ريتك بتكفي بيتك. طب عايزاني اعمل ايه يعني وانا مدرس العاب وما عنديش غير ماهيتي اللي باخدها من الحكومه؟ تدي دروس خصوصيه زي بقيه المدرسين ما بيعمل. دروس خصوصيه ايه يا مقبوله انت؟ هو في مدرس العاب بيدي دروس خصوصيه؟ انت كيف يعني؟ اقول لك تعمل للعيال امتحان صعب ما يعرفوش يحلوه، تقوم انت مديهم درجات زي الزفت اخر الشهر، وتنكد عليهم هم واللي جابوه. طب وبعدين يا فلحه؟ ولا قبلين هيجوا جري عليك ويقولوا لك والنبي يا استاذ عاوزين ناخد عندك درس خصوصي عشان تديهم درجات حلوه. ايه رايك في الفكره دي عاد؟ فكره جهنميه. يا سلام عليك يا وداد، يا ريتها كانت خلفت منك 10. بقول لك ايه، نامي نامي تصبح على خير وسيبينا. نام نامي نام نام يا حزني. ايام الكليه بقى كانوا ركبونا من غير سرج ومن غير سرعه، ياما طلبت دغدغه صف الظابط يقول لك اركب، تعملي ايه؟ لازم تركب. ماشي يا زهر، هو ده اللي علمنا ركوب الخيل. ايه ده؟ مين الرزق اللي بيكلمني دلوقتي؟ بسرعه حبيبتي لازم ارد. الو يا طاهر، ايه الاخبار؟ طمني. انا عرفت ميعاد ومكان العمليه الجديده. خلصني. المكان عند البحر الاحمر على الحدود مع السودان. والميعاد امتى؟ يوم الثلاث الفجر. طيب ابقى اكلمك تاني عشان اعرف كل التفاصيل. ها الله كريم. سلام سلمى، عندي ليكي خبر بايخ. احنا لازم ننزل مصر دلوقتي حالا. ايه احنا في ايه اللي حصل؟ معلش عندي ماموريه مهمه جدا، لازم ابقى موجود في مصر الليله دي. بس احنا ما كملناش اسبوع. ليكي عندي اول ما تخلص الماموريه نرجع نقعد اسبوع اتنين شهر اتنين زي ما انت عايزه. زعلانه صح؟ خالص. اوامرك يا ست الرائد، انا اعمل ايه يعني؟ ما هو شغل. أنا عملت اتصالات بقوات الجيش وحرس الحدود عشان يساعدوكوا في المأمورية، وأظن كل واحد فيكم عارف هيعمل إيه بالظبط. إن شاء الله يا فندم بإذن الله. أهم حاجة عندي السرية في تنفيذ العملية، والقبض على المهربين وهم متلبسين. مفهوم؟ تمام يا فندم. أي أسئلة تانية؟ ما أعتقدش يا فندم، تمام إن شاء الله. شكراً. اتفضلوا وربنا يوفقكم. استنى أنت يا حسام عايزك. اتفضلوا. واحنا يعني ولاد البطه السوداء، مدرسه بتقول ايه؟ اشمعنى يعني سياده الله عايز حسام على انفراد؟ ولا هو ما فيش غيره على الحجر؟ وانت مالك يا عشري؟ ما تبص في طبقك مش طبق غيرك. طبقي؟ هو ده بيكفيه طبق؟ ده مكوش على الحله بحالها ومش سايب لنا غير الفتافيت. يا ساتر يا رب، ده انت نفسيتك زباله. يا ابني حسام ده اكتر واحد بيتعب في الاداره دي، وما شاء الله سجل ابيض وزي الفل من ساعه ما اتخرج. وبعدين قلبه جامد وما بيخافش، وده اللي منجحه ومخلي كل الظباط نفسهم يبقوا زيه. الا انا مش عايز ابقى زيه. حتى لو عصت والله ما هتبقى ربعه. اوعى. انا فرحان قوي يا حكمه اني هشتغل مع دياب ويبقى ليا قيمه وسط الخلق. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك واصل. انت بتقول ايه يا حبيبي؟ ده انت اخويا وامي وابويا واللي عايزاه يبقى احسن واحد في الدنيا دي كلها. عارفه يا حكمه، من ساعه ما قلت لي ان دياب وافق يشغلني معاه، عارفه انا حسيت بايه؟ حسيت بايه يا محروس؟ حسيت اني اتبدلت وما بقتش محروس بتاع زمان، وان قلبي قوي والخوف ما بكيش ليه مكان جوايا. خلاص جه الوقت اللي هفك فيه القيد اللي مقيدني بيه صادق بيه. للدرجه دي يا محروس؟ واكتر يا حكمت، واكتر. صادق بيه ما هيبقالهوش كلمه علينا من بعد النهارده، ولا هيتحكم فينا تاني وصل. انا مش مصدقه وداني. انت يطلع منك كل دي؟ لا صدق يا حكمت، صدقي. ولازم انا وانتي ودياب نبقوا يد واحده لحد ما نرجع ورسابونا اللي نهبوا منينا صادق بيه. صح يا محروس، واللي اتاخد بالقوه لازم برضك يرجع بالقوه، واحنا قوتنا فينا طول ما قلوبنا على بعضينا. بس انا ليه عندك طلب. اطلبي. عاوزاك تطور رقبتي عند دياب وتعمل كل اللي يقول لك عليه. طمني يا حكمت، طمني. دياب ده مش جوز اختي وبس، لا ده في مقام اخويا الكبير كمان، وربنا وحده اللي يعرف محبته قد ايه في قلبي. وهو كمان بيحبك وبيخاف عليك قوي قوي وبيعتبرك زي اخوه صغير. ربنا يديم المعروف بيننا وما يبعدناش عن بعض واصل. يا رب يا محروس. Thank you.
قلت لي محروس ازاي بندخل البضاعة؟ شفت واوعدك يا دياب اني هتعلم ان شاء الله. اخويا جابر. لك يا سي جابر. لك يا محروس كيفك؟ الحمد لله. مش معانا يا دياب تاجي وتستلم البضاعة بذات نفسك. يتفرج محروس على الشغل وبيجي واحد منينا. بلك انت دياب ده ما يعرفش يعمل حاجة واصل. لا يعرف يستلم ولا يخزن. كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس. وبعدين يروح ياكل حمام وينام. جابر ده ملك الدخيل والتخزين والتشوين كمان. والتوزيع ولا نسيت اياك؟ لا ما نسيت شيء. أمو يا رجالة قوام قوام. هزعل عليك قوي يا عم. اعتزم ايه؟ لا يا باشا خد الزبون. دياب يلا 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 دياب دياب.